شكرا لكم جميعا. أنا ماتسوبارا جن، عضو الحزب الديمقراطي الياباني في مجلس النواب الياباني. عندما نتكلم عن الاقتصاد، فاقتصاد اليابان يمر في مرحلة حرجة، وبصفتنا كدولة مصدرة يعتبر مستوى ارتفاع الين عائقا وجانبا سلبيا كبيرا في عملية التصدير. لذلك الحكومة اليابانية وبنك اليابان وهو البنك المركزي يجب أن يجدا حلولا لتحسين الوضع، وقد قاما بالفعل بتطبيق بعض السياسات الجديدة، منها توفير 5 تريليون ين لتسهيل الائتمان من دون فوائد. وأعتقد أن هذا يدل على وعي البنك المركزي لهذه الأزمة. نحن ارتأينا بصفتنا كالحزب الحاكم أن بنك اليابان قام بتطبيق سياسة الانكماش لأنه قاد الحكومة لتحقيق الين المرتفع. كما نعلم أن البنك يود شراء ائتمانات عقارية استثمارية. في الحقيقة أنا رئيس لجنة مختصة للخروج من الانكماش، وفيها 150 عضوا، وموقفنا متحفظ على سياسات بنك اليابان. أولا بالنسبة إلى 5 تريليون ين، يوزع منها ما يقارب 400 مليار ين شهريا، ونحن نتساءل لما عملية تقدير المبلغ بهذه الصورة، بينما نرى الأفضل في توزيع المبلغ بأكمله في دفعة واحدة. وسؤالنا الآخر هو هل هذا المبلغ كبير أم لا؟ نعلم أن مجلس البنك الاحتياطي المركزي الأمريكي حقق أصوله 2.4 مرة بعد سقوط شركة ليمان. بمعنى آخر الدولار لا زال متداولا حول العالم. قيل بأن بنك إنجلترا حقق أصوله 3 أضعاف بعد مخاوف تحطم الاقتصاد بعد سقوط شركة ليمان. وما عن بنك اليابان؟ قيل أنه حقق أصوله 1.5% مرة منذ سقوط شركة ليمان حتى الوقت الحالي. بمعنى آخر بنك اليابان لم ينفذ ما يكفي من التسهيلات الكمية. هذا يعني أن عدد الدولارات الموزعة حول العالم يساوي ما يقارب 2 عدد مبالغ الين، على الرغم من استحالة ذلك إذا كان سعر صرف الين 100 ين للدولار الواحد. وأرى أن ذلك سوف يسبب في إطالة الركود لمدة أطول، خصوصا ما يتعلق بقوانين البنك الياباني المركزي. وبالمناسبة أعتقد أننا نحتاج إلى إضافة نص تشريع حول سياسة تحديد وتقنين التضخم في قوانين البنك المركزي، ونحن الآن في طور مناقشة ذلك وإدراجه في القانون بشكل رسمي. وأنا أعتقد أن هذا التشريع سيكون نقطة الانطلاق لكسر الانكماش. وفي الوقت ذاته الحكومة تركز على حل الأزمة المالية وإنعاش الاقتصاد. لذا على الحزب الديمقراطي أن يحدد استراتيجية للإنماء، ومن ضمن هذه الاستراتيجيات تصدير بعض تقنياتنا إلى الدول الأجنبية. في الحقيقة قمت مع 7 أعضاء آخرين من الحزب بزيارة إلى المملكة العربية السعودية، ومع اللقاءات المباشرة مع السياسيين أصحاب القرار ناقشنا كيفية تصدير تقنية تحلية المياه وجدواها في الشرق الأوسط. كما اقترحنا إنشاء خطوط لقطارات الشينكانسن السريعة واستخدامها لتعزيز روابط الصداقة بين الدول. وكنا نناقش تصدير هذه التقنيات والتجارب إلى الدول الأجنبية، وعبر هذه المشاريع نعيد حيوية الاقتصاد الياباني. My name is Kono Taro.
مساء الخير، أنا كونوتارو، عضو من الحزب الديمقراطي الليبرالي في البرلمان الياباني وعضو الحزب في حكومة الظل المختصة بالإصلاح. لقد عشتم في هذا البلد وتعلمون جيدا بأن الاقتصاد ليس في وضع جيد، فالحزب الديمقراطي الليبرالي سيسعى إلى إنماء الاقتصاد بقوة وثبات. فما كيفية ذلك؟ أولا، نحتاج أن نقلص حجم الحكومة، فقد كان رئيس الوزراء السابق كويزومي يسعى إلى تحقيق ذلك. نحتاج أن نقلص أعداد البيروقراطيين، ليس على مستوى الحكومة المركزية فحسب، بل حتى على مستوى الحكومات المحلية. وعندما نقلص هذه الأعداد سوف يؤدي إلى تقليص البيروقراطية بشكل كبير، مما سيؤدي إلى إسقاط الإجراءات والقوانين غير اللازمة. سوف أضرب لكم أيها السادة مثلا عن ذلك. مطار ناريتا الواقع في طوكيو هو مطار دولي، وأما مطار هانيدا الذي أيضا يقع في طوكيو هو مطار خاص للرحلات المحلية داخل اليابان، وبقي على هذا الوضع لسنوات عديدة، ونحن نرى ذلك أمرا غير صائب. فلو كنت ساكنا في منطقة كيوشو أو شيكوكو وأردت الطيران إلى مدينة لوس أنجلوس، فستضطر إلى الطيران إلى مطار هانيدا ومن ثم الخروج من المطار بأمتعتك متجها بالقطار إلى مطار ناريتا والدخول مجددا ومن ثم الطيران من هناك. لا أحد يريد أن يفعل ذلك. والآن أهل كيوشو وشيكوكو يستقلون الرحلات المباشرة إلى كوريا الجنوبية في مطار أنشيون الدولي، ويقومون بالتحويل إلى بوابة أخرى بنفس المطار إلى رحلة لوس أنجلوس بكل يسر وسهولة. ثالثا، كما ذكرنا آنفا، نحتاج إلى تقليص حجم الحكومات المركزية وتحويل السلطات والميزانيات إلى الحكومات المحلية، من هوكايدو في أقصى الشمال حتى أوكيناوا في أقصى جنوب اليابان. وزارة التعليم تحدد ارتفاع سقف كل فصل في كل مدرسة. عندما تنوي حكومة محلية بناء مدرسة عامة جديدة، تفرض الحكومة المركزية وتحدد ارتفاع سقف الفصول في المدرسة. أنحتاج مثل هذه الإجراءات أن تصدر من وزارة التعليم؟ أنا لا أعتقد ذلك. نرى أن الحكومة المركزية تفرض رأيها وقوانينها على الحكومات المحلية، مما يؤدي إلى هدر الوقت والمال تلبية لأوامر الحكومة المركزية غير الضرورية. فعندما تمنح الحرية في الاختيار والعمل للحكومات المحلية، نراها تسير بكل سلاسة وإتقان. لذا يجب علينا تقليص حجم الحكومات وخاصة الحكومة المركزية. ثانيا، نحن بحاجة أن نفتح باب الهجرة إلى اليابان. كما تعلمون، نحن الآن نواجه مشكلة انخفاض عدد السكان. يجب علينا الآن أن نفكر بجدية في موضوع الهجرة. أولاً، يجب فتح المجال للعمالة الوافدة لدخول اليابان. وثانياً، يجب أن نفتح الاقتصاد عبر اتفاقيات FTA، ABE أو TPP. أنا أؤمن بحاجة اليابان لإبرام اتفاقية FTA مع كوريا الجنوبية، بإضافة حرية انتقال الأشخاص بين الدولتين. الاقتصاد الكوري والياباني يعتبران من الاقتصادات الصغيرة مقارنة مع الصين، الهند أو الاتحاد الأوروبي. اقتصادات دول الآسيان ستكون أكبر من اليابان في عام 2030. فنحن بحاجة إلى علاقات اقتصادية أعمق وأقوى، بالإضافة إلى قبول الطلبة من الشرق الأوسط إلى اليابان وإرسال الطلاب اليابانيين للدراسة في الشرق الأوسط. نجاح الاقتصاد الياباني في المستقبل سيعتمد على قدرتنا على تصدير خريجينا إلى الأسواق العالمية، ونحن نتمنى قبولهم في وظائف في الشرق الأوسط. وفي المقابل، نحن ندعو الطلبة من الشرق الأوسط إلى مواصلة دراساتهم العليا في الجامعات اليابانية.